في ضربة موجعة لحكومة طرابلس، تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة لرئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة عقب الكشف عن مذكرة تفاهم جرى توقيعها مع تركيا في مارس الماضي، والتي كشفت بنودها وسائل إعلام تركية بعد أن تقدم بها أردوغان إلى البرلمان التركي لتصديقها. ووفقا للوثيقة المسربة، تتضمن مذكرة التفاهم بنودا تمنح تركيا امتيازات متفاوتة دون أي مقابل للجانب الليبي، ما أثار استياء المواطنين الذين اعتبروا أن هذه المذكرة ليست إلا تنازلا عن السيادة الوطنية. طرف الصراع عندما يشتد الأمر عليها ويصبح مخرجها من المشهد أمرا محتوما تلجأ إلى أطراف خارجية للاستقواء على الأطراف المحلية ولفرض أمر واقع. وأعتقد أن هذه المذكرة تم توقيعها في شهر مارس كما ذكرت المصادر، وتم خروجها يعني ما هذه الأيام في الإعلام ومن وسائل إعلام تركية. أعتقد أن الهدف منها هو أن عبد الحميد بيبة يبحث عن مخرج لهذه الأزمة، ممكن يرى في من وجهة نظري أن هذا المخرج سيكون الاستقواء بالطرف التركي في هذه القضية. اتفاق يشكل سابقة خطيرة تسمح لتركيا بالتدخل بشكل أكبر في الشؤون الداخلية لليبيا، ما يترتب عنه تهديد للأمن القومي للبلاد، كما أن البنود السرية في الاتفاقية أثارت المزيد من المخاوف بين الليبيين الذين يشعرون بأن حكومة طرابلس تخلت عن المصلحة الليبية العامة في سبيل تحقيق مصالح شخصية تمثل أبرزها في استمرار دبيبة رئيسا للحكومة. الغريب والمستغرب هو وين المصلحة لليبيا في مثل هذه الاتفاقية، وكأن دبيبة يعني يسلم ليبيا على طبق مش من فضة، على طبق من ذهب إلى القوات التركية، وهذا يفتح باب لأطماع أخرى لدول أخرى بأن هي تقول لك تركيا اليوم دخلت بمذكرة ليبيا لم تكن فيها موجودة بقوة وأخذت في كل هذه التسهيلات. طيب وين مصلحة ليبيا في هذه المذكرة؟ ما أثار امتعاضنا حقيقة في توقيع مذكرة التفاهم مع تركيا أن هذه المذكرة لم تأخذ في عين الاعتبار مصلحة الدولة الليبية، ولكن هي وقعت لأغراض شخصية فقط. أعتقد أن السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة لم يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الدولة، ولكن وقع هذه المذكرة حفاظا على مصالحه الشخصية وحفاظا على بقائه في السلطة في وقت توقيع هذه المذكرة، ولوضع تفاهمات معينة مع الدولة التركية للاستمرار في منصبه. تأتي هذه الأزمة في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية في ليبيا، حيث تشهد البلاد انقساما عميقا بين مؤيدي حكومة دبيبة ومعارضيها في طرابلس، وباتت مسألة السيادة الوطنية والتبعية للقوى الخارجية من أبرز القضايا المثيرة للجدل في غرب البلاد. يأتي هذا التسريب في وقت حرج بالنسبة لدبيبة، حيث يواجه ضغوطا متزايدة للاستقالة بسبب فشله في إجراء انتخابات وطنية وحل الانقسامات السياسية في البلاد. ويأمل الليبيون أن تؤدي مثل هذه التطورات إلى إعادة النظر في جميع الاتفاقيات السابقة باعتبارها مؤشر خطر قد يفتح باب الأطماع لعديد الدول المتربصة. أحمد بن عاشور، اليوم، بنغازي.